ها؟ سايبة الدوشة اللي برا ليه وقاعدة لوحدي؟ انت عارف يا بابا ماليش في الجو ده. انا كمان دماغي كده هتنفجر. طب مش هنتكلم في موضوعي؟ تاني يا هنا انا زهقت. طب يا بابا عشان خاطري وافق. مش مروان موافق. يلا اسمعي كلام. لا انا عايز اسمع كلامك انت. وانت تعرف يعني اني بغير مواقفي بالزن؟ لا بس انا مش عارفه ايه اللي ممكن يجيب نتيجه. حتى انت ما وافقتش على الجواز. انت موافقه على الجواز؟ اللي اخوك مروان يجي لي الاوضه، عايزه في موضوع مهم. عشان تعرف سأل على العريس ولا لا؟ انت لو عارفه النتيجه ما تحكيلي. خليه يجي لي اوضتي.